التجربة التانية في الدي سي هنتكلم على الاكسترنال كاركترستيك للدي سي جنريتور، وبالاخص نوع السيبريتلي اكزايتد. تمام، الاكسترنال كاركترستيك هنشوف فيها علاقة الخارج بتاع الجنريتور اللي هو الجهد مع التحميل، لما انا احمله ايه اللي هيحصل للجهد اللي خارج منه. تمام، فانا طبعا زي ما قلنا احنا عندنا هنا الجنريتور مربوط بموتور، الموتور بيوفر له الحركة. تمام، يبقى احنا هنا في التجربة عايزين نشوف علاقة الفي اللي موجودة او اللي خارجة من الجنريتور مع الاي او تيار التحميل. تمام، عندنا الموتور هو اللي هيوفر لنا السرعة. طبعا زي اي تجربة، التجربة دي بتتم عند ثبات السرعة، بحيث ان انت تقول ان الجهد ما بيتأثرش بالسرعة وبيتأثر بس بتيار التحميل. هنبدأ توصيل التجربة بتاعتنا. تمام، عندنا هنا قلنا اول حاجة بنوصلها هي المحرك. احنا المحرك هنا موصلينه شنط، وخدنا طرف من البداية وطرف من النهاية، وهنوصلها بالسبلاي. قلنا لما نيجي نوصلها بالسبلاي هنوصلها من المصدر اللي هو 10 امبير. تمام كده احنا وصلنا المحرك خلاص. دلوقتي بقى هنبدا نوصل الجنريتور بتاعنا. الجنريتور بتاعنا احنا عايزين نوصله سيبريتلي اكزايتد، ده معناه ان ملف المجال منفصل عن ملف الارميتشر. وفي السيبريتلي اكزايتد احنا بناخد ملف المجال هو اللي في النص اللي هو ينفع شنط، ده اللي هنوصله سيبريتلي اكزايتد. تمام، دلوقتي هنطلع من القطب الموجب وهنستخدم هنا اميتر عشان يوريني التيار بتاع الفيلد. طلعت من القطب الموجب على الاميتر، ومن الاميتر لبداية ملف الفيلد، ومن اخر ملف الفيلد للمصدر تاني بالقطب الثاني. يبقى انا كده وصلت دايرة الفيلد. تمام، دلوقتي بقى عايز احمل الجنريتور واقيس التيار بتاع التحميل بتاعه، فهجيب اميتر برضه تاني هاخد دلوقتي بقى من ملف الارميتشر، اروح على بدايه الاميتر، وبعد كده اروح لللود، اللود اللي هو الريستات معانا، وارجع من اللود على نهايه ملف الارميتشر. يبقى انا كده كمان قست التيار. فاضل لي دلوقتي ان انا اقيس الجهد اللي رايح لللود، فهجيب هنا فولتميتر وخلي الفولتميتر يقيس جهد الارميتشر، لان جهد الارميتشر هو بالظبط جهد اللود في السيبريتلي اكزايتد. طبعا قبل ما نحمل الجنريتور بتاعنا لازم نخلي الجنريتور يوصل للريتد كونديشن بتاعته. تمام، معنى اصح ان انت هتدخله ل 1500 ار بي ام، وهتوصل المجال اللي واصل له ل 21% امبير اللي هو التيار بتاع المجال الريتد. تمام، اول حاجه هنوصل السرعه، هبدا اشغل السرعه واوصلها ل 1500، هنروح نقيس السرعه. كده انا وصلت التيار بتاع المجال بتاعي، ده كده تيار المجال، ده الجهد اللي خارج وده تيار التحميل. تمام، احنا هنبدا الاول في حاله نلود، نبدا الاول في حاله نلود. تمام، ادي الجهد عند النلود لما كان التيار بصفر، الجهد بقى 203. تمام، اول ما تيجي تركب الحمل طبعا هتكون قيمه كبيره، بس هتخليه برضه يقلل الجهد اللي خارج منه. وكل هنا لما تزود التحميل، طبعا هنا تزود التحميل ان انت تقلل المقاومه اللي هي في الريستات.
يبقى زياده التحميل ان انت بتقلل المقاومه. كل ما اقلل المقاومه عيني على الاميتر الاقي ان التيار يزيد تمام، والجهد المفروض بيقل. بس قبل ما تاخد قرايه الجهد لازم انت ترجع السرعه تاني ل 1500 اللي انت كنت بادئ عندها. هقيس السرعه مثلا هنا كده، لقيتها نزلت شويه 1463، اروح ازودها كده تزود التحميل كل لما الجهد يقل. بس زي ما قلنا قبل ما تاخد اي قرايه للجهد لازم ترجع السرعه لل 1500. تقريبا وصلت 1500. طب هنتنينا نشغل التجربه دي لحد امتى؟ هنتنينا نزود التحميل لحد امتى؟ هنتنينا نزود التحميل لحد ما توصل لقيمه الريتد بتاع ملفات الارميتشر تمام؟ فانا عارف ان ملفات الارميتشر بتاعتي بتديني تيار لحد ال 10 امبير، لو زودت عن التحميل عن ال 10 امبير يعني لو سحبت من الجنريتور تيار اكبر من 10 امبير ملفات الارميتشر بتاعتك بتتحرق تمام؟ دي كده كل حاجه بالنسبه للاكسترنال لود كاركترستيك للسيبريتلي اكسايتد ديسي جينيريتور.